مرحبا بكم في قناتكم معلومة. جزيرة الأفاعي بالبرازيل أو جزيرة إيلادي كيمادا جراندي، على الرغم من ملامحها الساحرة والخضرة التي تملأها، إلا أنها تصنف من أخطر الجزر في العالم. وتحتوي جزيرة الأفعى على أكثر الثعابين سمية في العالم. الجزيرة تقع على بعد 33 كيلومترا قبالة السواحل البرازيلية قرب ساو باولو، ويحظر دخولها نظرا لخطورتها الكبيرة على البشر. والجزيرة معزولة عن البر، حيث ارتفعت مستويات سطح البحر قبل 11 ألف عام، ما أدى لجعلها وحيدة وسط المياه. ويذهب إليها الباحثون من أجل حلب الأفاعي واستخلاص سمومهم في الأبحاث الطبية، بالإضافة أنها هدف للمهربين الذين يحصلون على مبالغ طائلة تصل إلى 30 ألف دولار مقابل الأفعى الواحدة عند بيعها لجامع الأشياء الغريبة. وتعد الجزيرة موطناً لأكثر من 4000 أفعى، والتي من بينها الأفعى الذهبية الأكثر سمية 5 مرات عن غيرها من الأفاعي الأخرى، إذ يبلغ متوسط ثعابين من ثعبان واحد إلى 5 ثعابين لكل واحد متر مربع في هذه الجزيرة، مع العلم أن جزيرة الثعابين تحتل مساحة صغيرة نسبياً تبلغ حوالي 0.43 كيلومتر مربع. تعتبر أفعى الرأس أو الرمح الذهبي النوع السائد في جزيرة الثعابين، على الرغم من أنها تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خطير على المستوى العالمي والمحلي، والتي تعد النوع الأكثر خطورة على مستوى العالم، حيث تسبب العضة السامة لشخص ما بموته في غضون ساعة، أو قد تؤدي إلى الفشل الكلوي ونخر الأنسجة العضلية ونزيف الدماغ والنزيف المعوي، وهي بذلك أشد فتا من النوع الآخر للأفاعي في الفصيلة ذاتها التي تعرف باسم الأفعى الدساسة والمتواجدة في البر الرئيسي. تتغذى صغار أفاعي الرمح الذهبي الخطيرة بشكل أساسي على الضفادع والسحالي، في حين يتغذى البالغون خاصة الإناث على الطيور المهاجرة في مواسم معينة. من ضمن الروايات التي أطلقت على تلك الجزيرة الأسطورية أن واحدا من الصيادين ذهب إلى الجزيرة عن غير قصد من أجل الحصول على بعض الموز الموجود عليها، ولكن الصياد تعرض إلى العض من قبل أحد الثعابين الموجودة على الجزيرة، فذهب مسرعا إلى قاربه بعد أن عضه ثعبان، وبعد ذلك تم العثور على الصياد غارقا في دمه على سطح قاربه. وذكرت رواية أخرى مروعة لرجل من عمال المنارة الموجودة في الجزيرة هو وعائلته، فقد تم دخول مجموعة كبيرة من الثعابين إلى شرفة منزل العامل، وقد هاجمت الثعابين العامل هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة، وقد حاول الرجل الفرار بعائلته لكن لم ينجح ولم يفلت من الثعابين، فتعرضوا جميعا للعض وقتلوا ولم ينجو أحد من الموت. ومنذ ذلك الحين طورت المنارة وأصبحت السلطات البرازيلية تتحكم فيها عن بعد لتحذر السفن من الاقتراب من الجزيرة. نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في فيديو جديد. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب.